السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة أولى عاملين ايه؟ ان شاء الله هناخد النهاردة درس موقع مصر وأهميته. بكلم النهاردة فيه عن موقع الجغرافي لمصر والموقع الفلكي، أهمية موقع مصر وعلاقتها بجيرانها. اكتسبت مصر أهمية كبيرة بسبب الموقع، وده كان عامل مؤثر في قيام الحضارات والتاريخ منذ القدم. وطبعا زي ما احنا عارفين المؤرخ الجغرافي جمال حمدان بيرى في كتبه أو في كتاب جغرافية مصر أن مصر تستمد وحدتها الطبيعية من الموقع، بتبدو شكل مصر أقرب إلى المربع، وتعد بجسمها النهري قوة بر وبسواحلها قوة بحر. ببدأ أتكلم على أول حاجة، الموقع الجغرافي لمصر. ومفهوم الموقع الجغرافي يعني موقع المكان بالنسبة للمحيطات والبحار والقارات والدول المجاورة. بتعد مصر البوابة الشرقية لقارة أفريقيا. مصر بتعد البوابة الشرقية لقارة أفريقيا، وتقع في الركن الشمال الشرقي من قارة أفريقيا. نبدأ نتعرف على حدود مصر. يحد مصر من جهة الشمال البحر المتوسط، من جهة الغرب الحدود المصرية الليبية، من جهة الجنوب الحدود المصرية السودانية، من جهة الشرق البحر الأحمر وخليج العقبة، ومن جهة الشمال الشرقي دولة فلسطين. تبلغ مساحة مصر حوالي 1,019,600 كيلومتر مربع. نسبتها من قارة أفريقيا بتمثل 3% ومن الوطن العربي 7%. ببدأ أتكلم على الموقع الفلكي. وموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. تمتد مصر بين دائرتي عرض 22 شمالا، وتعني شمال خط الاستواء، و 31.5 شمالا، أي بتنحصر في 10 دوائر عرضية، وبين خطي طول 25 شرقا أي شرق خط جرينتش، حتى 37 شرقا، يبقى من 25 حتى 37 شرقا. الشكل الموضح قدامي بيبين لي مساحة مصر والموقع الفلكي والموقع الجغرافي. هنتعرف على حاجة اسمها الحدود السياسية لمصر. يعني الحدود السياسية بتنقسم إلى نوعين، برية وبحرية، أي بتطل على مسطح مائي أو بتطل على يابس أو أرض. بتنقسم الحدود السياسية لمصر إلى نوعين، برية وبحرية. أول نوع عندي وهو البرية، بتطل فيه الجنوب والغرب والشمال الشرقي. طبعا الجنوب اللي هو دولة السودان، والغرب دولة ليبيا، والشمال الشرق دولة فلسطين، وتمتد معظمها في النطاق الصحراوي. أغلبية مصر بتقع في النطاق الصحراوي لأن معظم مساحة مصر صحراء. طيب ليها حدود بحرية؟ قال لي أيوة، بتطل الحدود البحرية إما على البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر في جهة الشرق. هبدأ أتعرف على الحدود البرية أو البحرية بشكل تفصيلي. بتكلم على أول حدود عندي وهي الحدود الشمالية. من الشكل الموضح قدامي بنجد أن الحدود الشمالية دي حدود بحرية لأن بتطل على مسطح. طب الحدود البحرية ديت اللي بتمتد بموازاة المياه الإقليمية التابعة للسيادة المصرية على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. يعني احنا بنمتد على الجزء الجنوبي من البحر المتوسط، بيبدأ من مدينة رفح، شرق مدينة رفح شرقا، حتى غرب مدينة السلوم غربا. طب انا قلت ان بتمتد بالمياه الاقليمية التابعة للسيادة المصرية. يعني ايه المياه الاقليمية؟ قال لي كل دولة بتطل على مسطح مائي ليها جزء من المياه دي. طب
تقريبا قد ايه؟ قال لي دي وحدة قياس ثابتة على مستوى الدول او وحدة دولية 12 ميل، يعني انا ليا في البحر المتوسط 12 ميل. نتنقل لي طبعا دي الجزء الحدود الشمالية، اتنقل لي الحدود الجنوبية. لو بصينا على الحدود الجنوبية برية ولا بحرية، بنجد ان هي برية، بتطل على دولة السودان، مصر في الشمال والسودان في الجنوب، تتماشى مع دائرة عرض 22، تبدأ من ساحل البحر الأحمر شرقا وتنتهي عند جبل العوينات غربا مع تقاطع خط طول 25، ودي نقطة الالتقاء بين مصر وليبيا والسودان. بنشوف الحدود الغربية، الحدود الغربية دي حدود برية تفصل بين مصر في الشرق ودولة ليبيا في الغرب، وتتماشى مع خط طول 25، ولو بصينا من شكل الخريطة بنجد ان هو ماشي في خط مستقيم، ويبدأ التعرج من عند واحد سيوة حتى مدينة السلوم في الشمال. آخر جزء بتكلم عليه وهو الحدود الشرقية، وده بيجمع ما بين برية وبحرية. لو بصينا بتمتد بموازاة أميال إقليمية التابعة للسيادة المصرية طبعا لساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، ده كده الحدود البحرية. بينما الحدود البرية ودي في الشمال الشرقي تفصل بين مصر وفلسطين، تمتد من رأس خليج العقبة عند مدينة طابة متجهة إلى مدينة رفح في الشمال، ودي بتعد أقصر الحدود في مصر. طبعا المكان دوت له حساسية استراتيجية وخطورة أمنية زي ما احنا عارفين بسبب وجود الاحتلال الصهيوني في فلسطين. دلل زيادة الاهتمام الأمني بالحدود الشمالية الشرقية لمصر بسبب وجود الاحتلال الصهيوني الذي أثر في إطفاء الحساسية الاستراتيجية والخطورة الأمنية للحدود البرية شمال شرق مصر. بتكلم على أهمية موقع مصر والآثار الناتجة من موقع مصر. واحد، وقوع مصر على بحرين مهمين، البحر المتوسط في الشمال والبحر الأحمر وخليج العقبة في الشرق، ودول زادوا من أهمية مصر كمعبر للطرق التجارية، خلى فيه تجارة، حركة تجارة في المنطقة دي. تاني نقطة عندي، وقوع مصر في شمال حوض النيل. طبعا احنا عارفين ان النيل بينبع من الجنوب بيصب في الشمال، وقوع مصر في شمال حوض النيل خلاني اقدر اكتشف منابع النيل، منبع المكان الذي ينبع منه النهر. انتقال المؤثرات الحضارية من دول حوض البحر المتوسط في الشمال إلى وسط أفريقيا عبر الأراضي المصرية السودانية. برز أهمية موقع مصر بشكل أكبر بعد الفتح العربي أو منذ الفتح العربي 641 ميلاديا. طبعا لما دخل الإسلام على يد عمرو بن العاص في مصر 641 ساهم في نشر الإسلام في شمال وغرب أفريقيا، كانت معبر للطرق التجارية بين الشرق والغرب، وده زاد من موارد مصر من خلال الرسوم التي فرضت على البضائع التي تعبر هذه الطرق. قناة السويس وشق قناة السويس. طبعا قناة السويس أنا عارف إن هي بتربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، زادت من أهمية موقع مصر بشكل كبير بعد شق قناة السويس، وده زود من حركة التجارة. أصبحت قناة السويس من أهم الطرق الملاحية عبر العالم لأن بتربط ما بين العالم القديم والعالم الجديد. واحد، زيادة حركة، ساعد قناة السويس على زيادة حركة التجارة العالمية.
اختصار المسافة والوقت والنفقات خلانا نختصر المسافة، لأن أنا بدخل من البحر، باجي من دول أوروبية أو من أمريكتين وادخل البحر المتوسط وخش القناة وعبر عن طريق خليج السويس والبحر الأحمر. اكتشاف واستخراج البترول ونقله من مناطق تركزه في خليج العربي وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية عبر قناة السويس زادت أهميتها كمان بعد حفر قناة السويس وافتتاح قناة السويس الجديدة، وده عبارة عن فرع جديد موازي لقناة السويس القديمة، تم افتتاحه في 6 أغسطس 2015. الهدف منه اختصار زمن الرحلة التجارية، وده ساعد على زيادة عدد الرحلات المارة في القناة وبالتالي زيادة الدخل القومي. لو بصينا على الخريطة بنجد ان الخط الاحمر دوت ده كده قناة السويس الجديدة موازية للقناة القديمة، ودي طبعا وفرت لي في الوقت، من بدل ما الباخرات والناقلات كانت بتقف بالعشرين ساعة اختصرت الى 11 ساعة. وبكده سنة اولى اكون انتهيت من الدرس الاول.